بداء المغربي في الكاستينغ الاول لمهرجان قفطان اطلس، وكنحيي جميع لي زارتيست اللي حضروا معنا، امل السقلي وفاطمة الزهراء رحال والورغانيست نتاعنا خويا نادير، وتحيه للصحافه وتحيه لكاع لاله كريمه اللي راه حاضره معنا وقال قال لي كاينين الكاستينغ اليوم. كيفاش كانوا تبارك الله الكاستينغ ذا زوين، وتبارك الله كانوا بنات جميلات يعني في المستوى. فوالا بغينا نسولوك على الشمسي، واش كاين عندك شي جديد؟ الجديد اون فيت بور المومون خدمت واحد الاغنيه وطنيه اللي ديجا سيدنا نصر الله يعني ارسل لي واحد التهنئه، وان شاء الله غادي نكمل، غادي نطلع لبلجيكا يعني غادي نكمل باش ندير واحد الكليب، كليب الاغنيه، وعندي اغنيه ان شاء الله اغنيه عاطفيه. المهم كاين بروجيات ان شاء الله. اللي مهم عندي بور لو مومون هي داك الاغنيه وطنيه باسكو سي لا بروميير فوا، وشي هو بروجي كبير. رحال فنانة طرب الملحون من مدينة مكناس، أنا جد مسرورة بالمشاركة ديالي في هذا الكاستينغ ديال القفطان الأطلس اللي كتنظمو جمعية منتدى الفن والإبداع المغربي في شخص رئيسها السي إبراهيم زهيري، وكنشكر كذلك الفنانة ديالنا وملكة الجمال ديالنا ديال القفطان المغربي الأصيل الأمينة عوينة على الدعوة الكريمة ديالها، وكل الشكر لكاع الناس اللي قايمين على هذا المهرجان هذا، وكنوجه تحية للفنان ديالنا الكبير سيمو فنان ديال الراي، والفنانة ديالنا المتألقة أستاذة السقلي، تحية أمل السقلي عفوا، وتحية كبيرة للجريدة أصوات على الالتفات الطيبة ديالها وعلى التغطية ديالها للكاستين كامل. شكرا بزاف. المشاركات كاملين تبارك الله ما شاء الله عليهم، أناقة جمال ثقافة، يعني شوية كنشوف بأن لجنة التحكيم غتلقى صعوبة باش أنها غتخسر ما بين هاد المشاركات، لأنهم كلهم تبارك الله في المستوى، وكنتمنى لهم التوفيق جميعا. شكرا لجريدة أصوات على المواكبة ديالها في هاد الخطوة الأولى من مهرجان قفطان الأطلس كاستينغ مدينة فاس. شكرا على المجهودات الجبارة اللي كتقوموا بها كصوت إعلامي متميز حقيقة، وأنا من المتابعين ديال الجريدة ديالكم، ألف شكر. بالنسبة لليوم كان افتتاح الدور الأول من مهرجان قفطان الأطلس في النسخة الأولى من مدينة فاس، المنظم طبيعة الحال من طرف منتدى الفن والإبداع المغربي، والذي أتشرف برئاسته وأدير هذا المهرجان في الدورة الأولى. تأتي هذه الدورة إيمانا منا ومساهمة منا وانخراطا كذلك في النهوض بهذا القطاع، قطاع الصناعة التقليدية وقطاع الأزياء، وكنتمناو اننا نكونوا كنساهموا في تطويره وكنساهموا في ابراز مجموعه من الطاقات اللي كتميز بها جهتنا، جهه فاس مكناس ومناطق الاطلس. بطبيعه الحال في الحقيقه مشاركه جد متميزه، على الاقل هناك اراده، هناك كاين عندهم اراده باش انهم يوصلوا يحققوا احلامهم، فهذا بالنسبه لينا حنا راه تفوق وراه شيء مميز. سعيده جدا اليوم تواجدك ملكه جبل المغرب في مهرجان الاطلس اللي اليوم كان الكاستينغ مدينه فاس، كانت اول جوله هي اليوم. شرف لي اني نكون ما بين نخبه من الفنانين المغاربه والنجوم اللي كنوجه لهم تحيه خاصه، وكذلك كنبغي نوجه تحيه الاستاذ ابراهيم الزهيري على الدعوه، ونتمنى ان شاء الله للمشاركه حظ موفق يا ربي. وكذلك كنبغي نشكر اصوات اليوم اللي جات، وشكرا لكم بزاف، الله يوفقكم يا ربي وتحيه لكم. سعيده بوجودي معكم في هذا مهرجان القفطان الاطلس، واللي كان بحضور نخبه من الفنانين اللي منهم الشاب سيمو
وفاطمة زهرة رحال في الطرب الملحون. بصراحة كان لقاء ومهرجان يعني في المستوى، بحيث تنظم فيه كاستينج لاختيار ملكة الجمال. بصراحة كانوا كلهم على مستوى كبير من الأناقة ومن الجمال ومن الثقافة في الحقيقة، بحيث أن اللجنة يعني احتارت في شكون اللي غادي يختاروا، لأن كانوا كلهم في المستوى الحمد لله، وكنتمنى لهم الحقيقة كل التوفيق إن شاء الله. ان شاء الله كاين مسلسل جديد نوارة اللي راه بدا الحلقات الاولى ديالو في على القناه الاولى، وان شاء الله بالاغاني حتى هو ان شاء الله كاين جديد. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.